السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، واليوم سوف نتكلم عن بعض الأحلام التي تدل على رجوع الطليق لمطلقته. أنا ذكرت بعض الأحلام في فيديو على القناة تدل على رجوع المطلقة لطليقها، لكن النهاردة الكلام هيكون خاص بالمطلق. طيب، إيه هي الرؤى التي إذا رآها الرجل الذي طلق زوجته تدل على الرجوع لطليقته مرة أخرى إن شاء الله؟ أو الرؤية وهي حراثة الأرض، إن رجل المطلق يرى في المنام أنه يحرث الأرض، يعني يشق الأرض. كما على المزارعين فاهمين الكلام ده. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذه الرؤية تدل للرجل المطلق على أنه سوف يعود أو سوف يرجع مطلقته مرة أخرى. الرؤية الثانية وهي رؤية الرجل المطلق لشرب الماء، لشرب الماء. نعم، الدليل على ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فهذه الآية تدل على رجوع المطلق إلى طليقته مرة أخرى. الرؤية الثالثة وهي رؤية البيض وتناوله، أي أكله، بالنسبة للرجل المطلق. ما الدليل؟ الدليل أيضا من القرآن: كأنهن بيض مكنون. فهذه الرؤية تدل على رجوع المطلق إلى مطلقته مرة أخرى. الرؤية الرابعة رؤية المطلق أنه يقود السيارة. طب ودي فيها إيه؟ لا، إذا رأى أنه يقود السيارة ومعه طليقته، هذه الرؤية تدل على الرجوع لها مرة أخرى إن شاء الله. الرؤية الخامسة رؤية كتب الكتاب، ده باللغة العامية بتاعتنا لكن نقولها باللغة العربية الفصحى عشان الكل اللي يوصلوا المعنى. رؤية عقد القران على طليقته مرة أخرى في المنام، هذه الرؤية تدل على الرجوع مرة أخرى لطليقته. الرؤية السادسة هذه الرؤية وهي الرؤية السادسة تدل على رجوع مرة أخرى بالنسبة للمطلق، وهي رؤية المطلق للحرم المكي أو الكعبة. هذه الرؤية تدل على الرجوع إن شاء الله. أما الرؤية السابعة وهي الأخيرة، رؤية المطلقة أنها ولدت مولود، دي يمكن الرؤية الوحيدة، وطبعا كنت المفروض أذكرها في الكلام عن المطلقة في فيديو رجوع المطلقة إلى طليقها، لكن إن شاء الله وقدر. فدي الرؤية الوحيدة في هذا الفيديو التي تخص المطلقة، لكن الستة اللي قبل كده كلهم خاصة بالمطلق. فالرؤية الأخيرة إن المرأة المطلقة لو رأت أنها ولدت مولود وهي مطلقة، هذه الرؤية تدل على رجوعها مرة أخرى إلى مطلقها. دي كانت بعض الرؤى التي تدل على رجوع الطليق في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.